بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في آخر باب النجاسات، ويقول في هامش الكتاب: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات بماء طهور، إحداهن مصحوبة بالتراب الطهور يعم المحل المتنجس، فإن كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدر كفى مرور 7 جريات عليه، 7 جريات عليه بلا تعفير. وإذا لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا ب6 مثلا حسبت كلها غسلة واحدة، والأرض الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح، ويغسل من سائر أي باقي النجاسات 1 واحدة، وفي بعض النسخ 1 تأتي عليه، يعني تأتي على النجاسة يعني تنهيها، والثلاث، وفي بعض النسخ والثلاثة بالتاء أفضل. واعلم أن غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة، الغسالة هو الماء اللي نازل من محل المغسول بالنجاسة، بعد إزالة النجاسة هذه الغسالة طاهرة. واعلم أن غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة إن انفصلت غير متغيرة، ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء، هذا إذا لم يبلغ 2 قلتين، فإن بلغهما فالشرط عدم التغير. نقرأ شرح هذا الجزء الذي قرأناه، هي كيفية الغسل. وإحنا قلنا قبل كده أن النجاسة من حيث قوتها وطلب إزالتها تنقسم إلى نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة، 3 تقسيمات من حيث كيفية التطهير منه. النجاسة المغلظة وهي النجاسة الكلبية والخنزيرية، وقلنا أنها مغلظة لأنها تحتاج الماء مع التراب وتحتاج تبقى 7 مرات، فهي مغلظة من هذه الجهة. والنجاسة المخففة هي بول الصبي الذي لم يطعم إلا لبن أمه في الحولين الأولين من عمره، أي في 2 الأولتين من عمره، فالتخلص منها بنضح المحل لا بغسله، ولكن بنضح المحل واستيعاب المحل الذي وقعت عليه هذه النجاسة، استيعابه بالنضح دون العصر أو الغسل، هذه النجاسة المخففة. ثم بعد ذلك سائر النجاسات الأخرى التي تكلمنا عليها فهي نجاسة متوسطة يجب فيها إزالتها بالماء فقط حتى يزول عين النجاسة، يعني جرمها إن كانت لها كتلة، ثم بعد ذلك تزول صفات النجاسة التي هي اللون والطعم والرائحة، فإن عصر اللون لا يضر، أو عصر الرائحة لا يضر، ولكن الطعم يضر في الغالب، يضر الطعم في الغالب. وإن لم يزل الطعم والرائحة، اللون والرائحة في مكان واحد في بقعة واحدة ضر، إلا أن يعصر عسر شديد فيكون نجاسة ولكن معفو عنه. إذا اجتمع اللون والرائحة في موضع واحد وصعب زواله. ده كانت خلاصة ما كنا تكلمنا عنه
يتكلم الآن عن كيفية الغسل بقى، كيفية غسل النجاسة الكلبية والنجاسة المتوسطة. ويقول: ويغسل شروع في بيان كيفية غسل النجاسة، وقوله الإناء ليس بقيد بل مثله الثوب والبدن. يبقى النجاسة الكلبية لو كانت في إناء أو على ثوب أو في بدن هتغسل بنفس الطريقة. لكن ليه قال الإناء؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فتيمنا، بلفظ الحديث، فاختار كلمة الإناء تيمنا، ولكن لا يقصد الإناء فقط، بل الكلب لو لمس الجسد البدن أو لمس جزء من الثوب وجب أيضا غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وقوله الإناء ليس بقيد بل مثله الثوب والبدن ونحوهما، المكان ونحوهما يعني زي المكان، يعني حتى المكان اللي هتصلي فيه، المصلية اللي هتصلي عليها، الثوب اللي هتنام عليه، كل دي يعني نحو الثوب والبدن. ولعل تخصيصه بالذكر، يعني تخصيص الإناء بالذكر، للتبرك بالحديث. وكذلك الولوغ ليس بقيد، وتخصيصه بالذكر لما ذكر من الحديث، يعني ولوغ الكلب ان هو ريقه ولسانه او مقدم فمه يلمس الإناء، ده مش قيد، ليس بقيد، ولكن هو اختاره لان لفظ الحديث كده. لكن عندنا الكلب في اي جزء من جسمه لمس اي مكان وتوسطت بينهما رطوبة يبقى انتقلت النجاسة الكلبية. يبقى الكلب لو لمس اي جزء من جسمك او ثوبك او المكان اللي هتصلي عليه او الاناء باي جزء من جسمه وتوسطت رطوبة، يعني كان جسم الكلب فيه بلل او الملموس فيه بلل او جاء ماء متوسط بينهما كوقت نزول المطر مثلا، يبقى في الحالة دي انتقلت النجاسة الكلبية او الخنزيرية. يبقى في هذه الحالة وجب غسل هذا الموضع 7 مرات احداهن بالتراب. قوله من ولوغ الكلب، الولوغ اخذ الماء بطرف اللسان وهو ليس بقيد كما علمت. 7 مرات، 7، شوف 7 منصوبة اهي عليها فتحة، مرات منصوب على انه مفعول مطلق مبين لعدد الغسل، يعني يغسله غسلا 7 مرات، فراح ايه؟ فحذف المفعول المطلق واقام بيان عدده محله، فيبقى ينصب على المفعولية 7، ومنع تنوينه الاضافة، ما قالش 7، وكان ممكن يقول يغسله 7، يبقى كده برضه مفعول مطلق، لكن قال 7 مرات، فمنع التنوين الاضافة لانه اضافه لكلمة مرات، ومن ضمن أسباب منع التنوين الإضافة. 7 مرات منصوب على أنه مفعول مطلق مبين لعدد الغسل. وكونه 7 مرات ليه 7 بالذات؟ ليه ما يبقى 6؟ ليه ما يبقاش 8؟ ليه؟ أمر تعبدي لا يعقل معناه، لأن الرسول قال 7 مرات، فيبقى 7 ده أمر تعبدي، يعني غير مدرك الحكمة، يعني غير معلوم حكمته، وعلشان كده يقولوا ده امر تعبدي. قوله بماء طهور، اي لا بنجس، يعني لا بماء نجس كبول مثلا او خمر او اختلط، ولا متنجس، يعني ولا وقعت فيه نجاسه، ده معنى ماء طهور. والافضل يقول كمان ولا مستعمل، المتنجس اللي هو المستعمل في ازاله نجاسه أو اختلطت به نجاسة، فكلمة متنجس يدخل فيه الماء المستعمل في إزالة النجاسة وتغير بها يبقى اسمه متنجس، ويدخل فيه الماء الذي وقعت فيه نجاسة، يبقى المتنجس يشمل النوعين دول، الذي وقعت فيه النجاسة أو الذي استعملته في إزالة نجاسة فاختلطت به النجاسة فصار متنجسا. إحداهن، يعني واحدة من 7 مرات دول، أي إحدى 7 ولو حتى 7 اللي هي الأخيرة، كما يدل له رواية آخرهن بالتراب. والأولى
والأولى أولى، يعني أول غسلة لما تبقى بالتراب أولى، لكن أي غسلة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إن شاء الله السابعة واشطب بعدها تبقى إحداهن بالتراب، لأن الحديث قال إحداهن بالتراب. ولكن الأولانية الغسلة الأولانية أولى، ده من باب الاستحباب وليس من باب الشرط، علشان تأتي الغسلات بعدها شطفا للنجاسة والتراب معا، يبقى أولى لهذا. والأولى أولى، يعني أول غسلة من الغسلات أولى إنك تستعمل معها التراب، كما يدل له رواية أولاهن بالتراب. واختار المصنف التعبير بإحداهن للإشارة إلى جوازه، يعني جواز التتريب في أي واحدة، يعني في أي غسلة من الغسلات السبع، كما يدل له رواية إحداهن بالتراب. يبقى الرسول لما قال أولاهن بالتراب بيّن الأفضل، ولما قال إحداهن بالتراب بيّن أن أي غسلة تجزئ، ولما قال آخرهن بيّن ولو كانت الأخير. يبقى روايات الحديث كلها مكملة لبعضها. وأما رواية وعفروه الثامنة بالتراب، في رواية وعفروه الثامنة بالتراب، فمعناه أن التراب يكون بمنزلة الثامنة، لأن التراب لما تعد المية سبع مرات ومعها تتريب، كأن التتريب دي تامن واحدة، فرواية الثامنة بتبين أن التتريب بمنزلة الثامنة مع كونه مع الماء في السابعة. مصحوبة وفي بعض النسخ مصحوب وهو غير مناسب، سبع مرات مصحوبة، سبع مرات مصحوبة، عشان تعود على مرات. وفي بعض النسخ مصحوب وهو غير مناسب لأن المبتدأ مؤنث، إحداهن مصحوبة، ما إحداهن مصحوبة، تبقى هي هنا خبر، تبقى يتعود على إحداهن، يبقى سبع مرات إحداهن مصحوبة بالتراب، مصحوبة تنفع تبقى مصحوبة بالتراب. هو الفكرة هنا بيقول وفي بعض النسخ مصحوب، يعني من غير تاء التأنيث، وهو غير مناسب لأن المبتدأ مؤنث إحداهن، بل المناسب مصحوبة أي ممزوجة، إلا أن يقال المراد مصحوب الماء فيها، يعني لو خلاها على التذكير تبقى كأنه مصحوب الماء فيها، وحاصل كيفيات المزج، هيمزج ازاي التراب بثلاث كيفيات، ان يمزج الماء بالتراب قبل وضعهما، يعني يجيب التراب يحطه على شوية الماء وبعدين بعد كده يضع على النجاسة، ان يمزج الماء بالتراب قبل وضعهما على الشيء المتنجس، او يوضع الماء اولا على موضع النجاسة ثم يتبع بالتراب، او يوضع التراب اولا على موضع النجاسة ثم يتبع بالماء، يبقى ثلاث كيفيات، يا اما الماء والتراب مره واحده احطهم وبعدين اكبهم على موضع النجاسه، يا اما احط الماء واتبعه بالتراب على موضع النجاسه، يا اما احط التراب واتبعه بالماء على موضع النجاسه، دي ثلاث كيفيات. لا، ما هي دي كيفيه المزج في المره الممزوجه، ما هي احداهن بالتراب، يعني واحده فيهم هتبقى ممزوجه بالتراب. امزج بقى انا التراب ازاي في الواحده دي؟ يا إما أخلط الماء بالتراب قبل موضع النجاسة وأحطهم الاثنين مع بعض كخليط، يا إما أحط المية على موضع النجاسة وأروح حاطط التراب عليه، أو أعكس أحط التراب أولا والماء عليه. كويس؟ ما هو عفروه يعني حط التراب عليه، دي إحدى الكيفيات. ما هو الثامنة قلنا لأن هتبقى المية سبع مرات، يبقى أنت اشتغلت كده سبع مرات، ووضع التراب بعد كده هيبقى ثامن حاجة، فاعتبره ثامن من حيث عدد الوضع، هتوضع الماء سبع مرات والتراب عليه، يبقى كده دي الثامنة. واخد بال حضرتك؟
بأي كيفية من الكيفيات الثلاث. فهذه ثلاث كيفيات. ثم إن لم يكن في المحل جرم النجاسة وكان جافا، لو كان المحل ما فيهوش جرم النجاسة يعني الكلب مسح كده على ثوبي، لكن لما بصيت ما لقيتش أي أثر لنجاسة عينية ليها كتلة، يبقى ده المحل ما فيهوش جرم النجاسة. وبعدين بعد كده الموضع اللي مسح فيه سبته للشمس لما جف، فصار جاف متنجس لا عين نجاسة فيه، لا يوجد عليه جرم نجاسة. فبيقول ثم إن لم يكن في المحل جرم النجاسة وكان جافا كفى كل من الثلاثة، يعني كفى كل واحدة، كل كيفية من الثلاثة تكفي، واخد بالك ازاي؟ ولو مع بقاء الأوصاف، ولو مع بقاء الأوصاف، لأن الأوصاف هتزول ببقية الغسلات، يبقى تكفي هنا، لأن أولا ما فيش جرم، ده في أوصاف للنجاسة، إما ريحة أو لون أو طعم، دي معنى الأوصاف. فأعمل أي كيفية من الكيفيات دي وبعدين بعد كده تكفي ولو مع بقاء الإيه الأوصاف، على أنها هتزول بإيه ببقية الغسلات، فأنا مش محتاج التراب تاني بقى. وإن كان في المحل جرم النجاسة، الصورة التانية، المحل عليه كتلة نجاسة أنا شايف بعيني، أو الريق بتاعه، الريالة بتاعت الكلب شايفها كده، ده جرم النجاسة. لم يكفي واحدة من الثلاث ولو زال الجرم، لم يكفي واحدة من الثلاث ولو زال الجرم، يعني لو كان الجرم موجود قدامي لازم الكيفية اللي هعملها دي تزيل الجرم والأوصاف، لأن أصبحت النجاسة ليها حس. ولو زال الجرم، فإن كان المحل رطبا، فإن كان المحل فيه رطوبة يعني المية منه فيه، كفى كل من الأوليين، اللي هي أجيب التراب على المية الأول وأحطه، أو أجيب الماء الأول وأحط عليه التراب، ولا يكفي وضع التراب أولا، لأن لو وضعت التراب أولا والمحل فيه رطوبة فأنا نجست التراب، واخد بالك؟ ده رأي بعض فقهاء الشافعية، لكن على أي حال، ولا يكفي وضع التراب أولا ثم إتباعه بالماء، كذا في تقرير الشيخ عوض، وارتضاه شيخنا، واستظهر بعضهم أنه يكفي حيث لا أوصاف، وقالوا أن الكيفية الأخيرة دي تنفع حيث لا أوصاف، يعني لو كانت لا توجد أوصاف للنجاسة من لون أو طعم أو رائحة، لأن الوارد، لأن التراب هنا هيبقى وارد، له قوة، له قوة دافعة. ويدل على ذلك ظاهر كلام الشيخ الخطيب، ونقله بعضهم عن الشيخ الحفني. يبقى الحتة الأخيرة دي فيها خلاف بين علماء الشافعية، هل تنفع ولا ما تنفعش؟ فالأمر على السعة، وبالتالي يبقى الكيفيات الثلاث تمشي بغض النظر عن التفاصيل اللي هو قالها لك دي كلها. يبقى إحدى كيفية من الكيفيات الثلاث تكفي، بس بشرط زوال جرم النجاسة، وإن كانت النجاسة لها جرم يزول معها أوصافها كمان. فإن لم يزل أوصافها تفضل الغسلة واحدة، إن شاء الله تقعد تزيلها في 7 غسلات، كل دي نمرة واحد. قعدت تزيل فيها 10 مرات، كل دي نمرة واحد. لحد ما تزول الأوصاف والجرم أبتدي عد واحد، وأزود عليها 6، خدت بالك؟ أدي المعنى. شيخ الإمام البيجوري. لا هو معروف بس أنا نسيه. قوله بالتراب، أي ولو بالقوة، بالتراب هنا أي ولو بالقوة فيجزئ الطين، يعني بالقوة يعني ولو التراب موجود داخل حاجة تانية، يعني له قوة التراب، يعني حاجة لها قوة التراب، فيجزئ الطين والطفل والرمل الناعم الذي له غبار يكدر الماء، والتراب المختلط بنحو دقيق حيث كدر الماء، وكذا المتغير بنحو خل، يعني لو عندك دقيق مترب وحطيته في المية فتربها يبقى ده ينفع استعمله، لكن حطيت الدقيق ده في المية ما جابش اي اثر تراب، لانه دقيق رايق ما ينفعش، لكن لو دقيق مترب يمشي.
وكذا المتغير بنحو خل إن لم يغير طعم الماء، يعني وكذا التراب المتغير بنحو خل. الخل طاهر، وقع الخل ده على شوية تراب، ينفع أخذ التراب المتغير ده واستعمله واحطه على المية؟ قال ممكن، بس بشرط ما يغيرش طعم المية، يعني ما يكونش في كمية لدرجة لما احطه على المية غير طعمه. إن لم يغير طعم الماء أو لونه أو ريحه وخرج بالتراب غيره. فلما بيقول لك استعمل التراب، قول النبي بالتراب، احدهن بالتراب، غير خرج أي حاجة غير التراب. فما ينفعش تقول أجيب إريال، أجيب مثلا صابون، أجيب رفسه، أجيب أي مسحوق غسيل، منظفات، ما ينفعش. لأن الحديث قال احدهن بالتراب، يبقى هنا التراب. وخرج بالتراب غيره كالأشنان والصابون، وقول الطهور خرج به النجس والمتنجس والمستعمل في التيمم. يعني لما بيقول الطهور، الماء الطهور أو التراب الطهور، خرج المتنجس والنجس والمستعمل في التيمم والغبار المتطاير من على أعضاء التيمم، ده المستعمل. أو غسل النجاسة المغلظة، أو التراب المستعمل في غسل النجاسة المغلظة. ولو غسل كلب داخل حمام مثلا، دخلنا كلب في حمام حميناه، كان زمان في حمامات عامة، والوقت ممكن واحد يدخل الكلب بتاعه يغسله في البانيو بتاعه في الحمام عنه. ولو غسل كلب داخل حمام مثلا وانتشرت النجاسة في فوطه وحصره، يعني في الفرش اللي على الارض، لانه انت بتغسله بيطرطش، المية قاعدة تاخد من الكلب وتنزل على الحصيرة وتنزل على الفرش وتنزل على الفوطة وتيجي على الليفة وتيجي على الصابونة وتيجي على الحنفية وعلى الحيطة، فهتنتشر النجاسة. فما تيقن اصابته للنجاسة فنجس، اللي انت متأكد ان جاله الترطشة دي يبقى نجس، وما لم يتيقن اصابته لها فطاهر، لأن لا ننجس بالشك. يبقى لو شكينا الحته دي يا ترى وصل لها ولا ما وصلهاش، يبقى ما ننجسهاش طالما احنا شاكين، لكن متيقنين من وصول النجاسه ايه هو ده اللي نجس. ويطهر الحمام ازاي؟ يطهره ازاي؟ بمرور الماء عليه 7 مرات احداهن بطفل، لانه يحصل به التتريب كما مر، او بطين. يعني ارش الحمام بالميه 7 مرات، وفي مره من المرات احط معاها تراب. ولو الذي ينفصل من نعال داخليه، ولو كان التراب ده هو اللي موجود على الارضيه من نعل الناس اللي داخله طالعه، ده يكفي، هتيجي عليه الميه ويزول، بس بشرط يكون التراب اللي في النعال ده طاهر. ولو الذي ينفصل من نعال داخليه حيث لم يحكم بنجاسته. طب وانت هتعرف انه طاهر منين؟ طالما انت مش عارف انه نجس يبقى طاهر. كويس؟ طالما انت مش عارف انه نجس يبقى طاهر. لان احنا ما بنحكمش بالنجاسه الا ايه؟ بالعلم. يبقى الحمام ده الناس داخله طالعه فيه برجليها بنعالها، فيه تراب اصلا. يبقى هشطفه بالميه، والتتريب هو التراب الموجود على الارض بتاعه، يكفي 7 مرات، يبقى كده طهر. ولو مضت مدة يحتمل فيها أنه مر عليه ذلك. طب ولو مضت مدة هم ما غسلوش 7 مرات، بس الكلب ده كان حموه في الحمام ده من 5 6 أيام، والحمام طول النهار الناس قاعدة المية شغالة، فأكيد 7 مرات جت بزيادة كمان. ولو مضت مدة يحتمل فيها أنه مر عليه ذلك، يعني 7 مرات لم يحكم بنجاسة داخليه، لا يحكم بنجاسة أي واحد إيه يدخل ويطلع، مع بقاء الحمام على نجاسته، يفضل الحمام نجس حكما، واللي داخلين ما يحكمش بنجاستهم. ليه؟ لأن محتمل يكون اتشطف 7 مرات بالتراب في الفترة دي، محتمل، لكن أنا مش متيقن. لوجود هذا الاحتمال ما احكمش نجاسة داخليه. ها؟ لا مش واجبة، إن هي مش واجبة في إزالة النجاسة. يبقى أقول محتمل إن هو يكون طهروه، واحتمل ما يكونش طهر. فطالما وجود هذا الاحتمال موجود لا أحكم بنجاسة داخليه.
ولا احكم بطهارة الحمام. ليه؟ لان الاصل بقاء النجاسة عليه، ولا تزول الا بيقين، مش كده؟ لان لا يزول الحكم الا بيقين، فاللي دخله دخله طاهر، لا ازيل حكم طهارته الا بيقين، فلا احكم بنجاسة داخله. كويس، انا ماشي على القاعدة. وفي نفس الوقت طالما غسلوا الكلب جوه الحمام فالحمام نجس يقينا، وانا مش متاكد ان هم شطفوه 7 مرات، فلا ازيل الحكم المتيقن ايه بشك، فاحكم بنجاسه الحمام ولا احكم بنجاسه داخليه. فهمت ازاي الفقيه بيفكر؟ اشطفوا 7 مرات عشان تتيقن. ولا انت هتبقى هتروح له بعد 10 سنين يعني؟ ما اقول ها؟ احنا بنتكلم على الارض، التراب، الحنفية، البانيو، الحوض، الحاجات دي، الكوز، اللي هي الادوات اللي في الحمام. كما قالوه في الهرة، قالوا نفس الحكم ده في الهرة التي تنجس فمها. انا لقيت قطة قاعدة بتاكل فار، كويس، يبقى فمها نجس لان ميتة الفأر نجسة، مش كده برضو؟ يبقى ده فمها متنجس. القطة دي غابت، دخلت في حتة فيها مية كتيرة ومية قليلة، واكيد شربت، ولما هتشرب لو شربت من المية الكتيرة هيزول نجاسة فمها، ولو شربت من المية القليلة هتنجس المية القليلة، لان لو شربت من الميه القليله وردت النجاسه على الماء فايه فتنجس، ولو شربت من النجاسه الكبيره فالنجاسه من الميه الكبيره فالميه الكبيره تتحمل ورود النجاسه عليها ما لم تغير صفه من صفاتها فتطهر فمها ويفضل الماء طاهر. كويس، ادي الصوره هنا. فبيقول كما قالوا في الهرة التي تنجس فمها ثم غابت واحتمل وردها ماء كثير ثم ولغت في ماء قليل، يعني هي غابت عن نظري مدة، بعد ما شفتها بتاكل الفار غابت عن نظري مدة، فاحتمل ان هي راحت عند البحر او الترعة او المسقة وشربت منها، يبقى طهر. وبعدين بعد كده ولغت في ماء قليل، احكم انا بنجاسة الماء القليل؟ لا احكم بنجاسة الماء القليل، ولكن لا احكم بطهارة فم الهرة، زي قصة الحمام. فهمت ازاي؟ يعني نفس القصة، لا أحكم بنجاسة الماء القليل. ليه؟ لأنها هي غابت عن نظري فترة، فربما تكون ولغت في ماء كثير فطهر فمه، فجات للماء القليل تشرب منه فهي مش هتنجسه. محتمل ولا مش محتمل؟ محتمل، ومحتمل العكس. فطالما أنا مش متيقن لا أحكم على نجاسة الماء، وأنا كمان مش متيقن إنها ولغت في ماء كبير، ده أنا بشك بقول محتمل، يبقى يفضل فمها نجس ويفضل الماء القليل طاهر. فهمت؟ برضو ما لم يتغير صفة من صفاته، فإنه لا يتنجس الماء القليل ده مع الحكم ببقاء فمها على النجاسة. نفس قصة الحمام، قلنا ان الحمام بعد مرور مدة طالما انا مش متأكد ان هم طهروه بالطريقة الشرعية يفضل نجس في نظري، لكن لان احتمال في المدة دي يكون استوفى الطريقة الشرعية في احتمال، فلا احكم بنجاسة داخلي، واضح؟ لكن احكم بنجاسة الحمام. زي الهرة التي تنجس فمها وغابت عن بصري، فربما تكون راحت عند البحر او النيل او حاجة وطهرت فمها وشربت، او بئر كبير وبعدين جت قدامي شربت من وعاء فيه ماء قليل، فلا احكم بنجاسة هذا الوعاء وأحكم بنجاسة فم الهرة. واضح؟ يعم المحل المتنجس، يعني الماء والتراب يعم المحل المتنجس، اللي هي الحالة اللي فيها التتريب دي لازم تعم المحل المتنجس كله، أي يعمه التراب بواسطة الماء. فإن كان المتنجس مقابله محذوف تقديره، وإن كان في ماء راكد كفى تحريفه. فبيقول فإن كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدر كفى مرور 7 جريات. يعني الكلب جا ولغ في ماء جاري كدر،
كدر يعني ترابه منه فيه. كويس؟ زي ماء النيل بيبقى فيه الطمي بتاعه. فراح ولغ الكلب قدامي في المسقى، في المسقى اللي هي اللي في الزرع في الغيط يعني. راح ولغ وشرب قدامي في الماء الكادر، وده بيجري لان شغاله الموتور شغال بيدفع الماء. فاستنى 7 جريات واتوضى. سهله؟ يبقى طهره ب7 جريات. طب لو كان الماء ده غير جاري لكنه ماء قليل، ها؟ لو الماء كتير بس غير جاري راكد وانا عايز اتوضى من الحته دي، يبقى ادفعه 7 دفعات بايدي كده احركه لانه كان راكد، فاهم؟ يبقى اروح محركه بايدي 7 حركات، ها؟ علشان ما هو التراب فيه هو كادر، بس هنا مره راكد ومره جاري. كثير يعني قلتين فاكثر. اذا كان قليل لا وراكد اقوم ازق كده الميه، مش محتاج اكسره لان هو كتير اصلا. علشان اتوضى من الحته دي. افرض مفيش الا المكان للنزول للميه اللي من الحته اللي نزل منها الكلب، والباقي مفيش حته انزل منها عشان اتوضى. وانا لقيت الكلب وقف في الحته اللي انا بنزل فيه. فهمت؟ فاعمل ايه انا؟ اروح ايه؟ اذا كان راكد يبقى هدفعه كده 7 دفعات عشان ابعدها واتوضى من الحته دي واخد منها ميه اشرب. طيب لو كان هو جاري انتظر دفع 7 جريات. يعني 7 تموجات كده قدامي دفعات، يبقى ده يكفي. سهله الصوره دي؟ نقرا كلام الشيخ. فان كان المتنجس بما ذكر يعني بالنجاسه الكلبيه او الخنزيريه في ماء جار راكد، فبيقول مقابله ايه؟ محذوف تقديره وان كان في ماء راكد مش جاري بقى، كفى تحريكه 7 مع تعكيره بالماء. لو ما كانش بقى كادر اعفره بشويه ميه كمان. لو هو كادر يبقى كفايه تحريكه بس لانه ايه ترابه منه فيه. سهل؟ ها؟ بالطين يعني، ما هو ما هيجي اما احط التراب على الميه هيبقى طين. مع تعكيره بالطين في واحده، ويحسب الذهاب مره والعوده اخرى. يعني انا هحركه كده مره وكده مره، كده مره وكده مره، يبقى المره كده مره والعوده اخرى. واضح؟ يعني مش شرط في اتجاه واحد. مش مرور هو. يعني ممكن رايح جاي. وكل مره ايه زي في السعي بين الصفا والمروه. الرايح مرة والراجع مرة، خلافا للظاهرية عندهم الرايح والراجع مرة، يقوم يسعوا بين الصفا والمروة 14. ده الظاهرية في مذهب الظاهرية، لأن ابن حزم أصله محجش، عاش ومات في الأندلس ومحجش، فلو كان شاف الحج ما كانش قال كده. طيب ولو لم يحركه، ولو لم يحركه يبقى هي مرة فواحدة، ما حركوش يبقى تعتبر واحدة. ليه؟ لأنه هو راكد لكن نفس النجاسة بتتحرك جوه بتتشرب، فتعتبر مجرد التقاء النجاسة دي واحدة بس. كويس؟ مجرد وضع يده على في الماء كده مرة، وضع يده نفسه هيعمل تموج. ده انت لو رميت حجر، لو رميت حجر كده تلاقي يحصل ايه؟ حركه كده، تعتبر الحجر ده واحد. يعني انت ممكن ترمي 7 احجار. كويس؟ تعمل 7 تموجات. وبعد كده تروح نازل متوضي. سهله؟ سهله. او معاك عصايه كده خبط في الميه 7 مرات او حركها 7 مرات كده. كل ده سهل. احنا كنا نشوف الفلاحين زمان واحنا صغيرين اطفال لما كانوا يتوضوا من المسقه بتاعت الارض بتاعت جدي، كنا نروح واحنا اطفال صغيرين كده. فكنت انا اشوف الفلاحين اللي هم يعني عاديين لانه كان ابنائهم من الازهر علماء
ابنائهم بيعلموهم ويقعدوا يحضروا، ففاهمين. كنت انا اشوفهم اول ما يجي يروح ايه زايح الميه كده سبعة لوحده من غير ما يشوف كلب ولا مش كلب، هو كده عادته كده، ما يقدرش يتوضى من المس الا لما يعمل كده، يعني فقه، راجل فقيه فاهم المساله، لانه هو كانوا يعملوها كده عادي، احنا كنا نفتكرها يعني بيعملها كده من باب ان بينظف الميه، لا اتضح ان وراها فقه، ان هم فاهمين. وكان كتير منهم كنت الاحظهم كانوا شافعيه، بالرغم انه ما يعرفش يقرا ويكتب، يعني كان يوضي نفسه كله لانه حافي ما عندوش جزمه ولا شبشب، يأجل غسل رجله وياخد معاه كوز ميه لحد ما يوصل لباب المصليه يروح شاطف رجليه وداخل عشان تبقى رجليه نظيفه ويخش يصلي، يعني لا يراعي الموالاه، لان عارف ان الموالاه ليست ركن لكن الموالاه سنه. كل ده كانوا بيعملوه، كانت تصرفات عاديه. تبص تلاقي ابنه يشوف ابوه بيعمل كده والست تشوف جوزها بيعمل كده، كله يبقى فقهاء بدون ما يعرف الفقه اصلا. ليه؟ متوارثين هذا من ابنائهم وابائهم واجدادهم اللي كانوا علماء. لكن الوقت تلاقي الناس ما بتاخدش بالها من مثل هذه الاشياء. خلاص تنجس. بيقول الماء قليل وولغ فيه الكلب، يبقى الماء نفسه تنجس. يبقى اعالجه ازاي؟ ان انا اكب الميه دي لو غاليه عليا في ماء كثير. لو انا في مكان الميه قليله فيه يبقى اكبها في ماء كثير. يبقى اتعالجت بالاكثار، يبقى طهرت بالاكثار. مش كده برضو؟ لو عندي ميه كتير ارميها بقى، ارميها للزرع، يعني اسقي بيها الشجر، اسقي بيها الزرع، ما يضرش، لكن ما استعملهاش في العباده ولا في العاده. اسقي منها المواشي، يعني احطها قدام المواشي تشربها لانها غير مكلفه، مش كده برضو؟ لكن ما استعملهاش انا في الطبيخ بتاعي ولا في غسل ثوبي ولا وهكذا. قوله بما ذكر أي بولوغ الكلب والخنزير. ومثل الولوغ غيره من سائر ما يتعلق بهما. مثل الولوغ غيره من سائر ما يتعلق بهما يعني إيه؟ يعني غطس الكلب، غطس لمس المية بإيده، لمس المية بديله، أي حاجة طالما توسطت الرطوبة، الرطوبة توسطت بين أي جزء في جسم الكلب مع المكان، يبقى إيه؟ انتقلت النجاسة. واضح؟ قوله في ماء جار كدر أي كماء النيل في أيام زيادته، عشان بيبقى فيه طمي، كماء النيل في أيام زيادته، لأن ده مثال يعرفه المصريين، والشيخ الباجوري ده راجل مصري من الباجور منوفي، فعارف النيل شايفه والترع والمصارف والحاجات دي عارفها. فبيقول ماء جار كدر زي إيه؟ زي مية النيل وقت الزيادة، وقت إيه؟ الفيضان، بيبقى مليان طمي. وماء السيل المتترب، وماء السيل اللي نزل من على رأس الجبال كده اللي هو المطر وياخد معاه التراب وينزل، ده ماء جار كدر. كل دي أنواع معروفة. قوله جريات بكسر الجيم جريات وسكون الراء جمع جرية، يبقى سبع جريات بكسر الجيم وسكون الراء جمع جرية كذلك. كذلك قوله بلا تعفير أي لأنه كدر، فهو مش محتاج يعفره، ما هو الماء كدر. لكن افرض مية رايقة خالص زي مية حمام السباحة أو المية اللي انت حطتها في البانيو، يبقى هنا هتضطر عفرها وشرب منها الكلب، بس مية كتير يبقى لازم أعفرها بالتراب. كويس، لازم أخلط فيها شوية تراب كده، أكب فيها شوية تراب. واضح؟ في المكان ده، وبعدين بعد كده اخليها سبع جريات او احركها سبع تموجات. بلا تعفير ليه؟ لانه كدر فكدورته كافيه عن التتريب. وبيقول واذا لم تزل عين النجاسه الكلبيه الا بست غسلات، طالما عين النجاسه نفسها، يعني قاعد انا اعمل كده وحاسس ان في اللزوجة بتاعة ريق الكلب لسه موجودة في الموضع، يبقى لسه عين النجاسة موجودة، وقاعد بغسل كده مرة واثنين وثلاثة وعشرة وستة وسبعة واثناشر، كل دي مرة لحد ما تزول العين خالص، بعد كده ابتدي اعد باقي السبع. كويس؟ واذا لم تزل عين النجاسة هذا في العين التي هي الجرم. واما الوصف، الوصف اللي هو اللون او الطعم او الرائحة بقى ده الوصف مش الجرم. فلو لم يزل إلا بست
واما الوصف فلم لو لم يزل الا بست حسبت ستا. يعني اللون او الطعم او الرائحه لو ما زالش الا بعد ست غسلات يبقى هي ست غسلات. لكن الجرم بس هو ابتدي احسب بعد زوال الجرم. ابتدي احسب واحد يعني نمره اتنين انقل على اتنين بعد زوال الجرم. طب في الصفات اللي هي اللون او الطعم او الرائحه لو زالت في الخمسه تبقى هي خمس غسلات، لو زالت في السته تبقى ست غسلات، لو زالت الاوصاف في السبعه يبقى سبع غسلات كفايه. خدت بالك؟ يبقى الوصف غير الجرم. لا انا ليا ان انا ازيل الاوصاف باي عدد. باي عدد افضل وراء الاوصاف ازيلها لحد ما يعصر ازالتها. يعصر ازالتها يعني ايه؟ يعني القماش هيتقطع. واخد بقى؟ او البدن هيتعور بقى، افضل اقعد ادعك في بدني كده لما هيتكحت يتعور. يبقى هنا عصر. يبقى اقوم اتنازل عن اللون او عن الرائحه. كويس؟ واما الوصف فلو لم يزل الا بست حسبت ستا فلا تعارض بينهما. وقوله الا بست مثلا يعني عين النجاسه لو لم تزل الا بست مثلا، والعدد هنا عدد للمثال فقط، يعني قايل لك اي رقم اي او اكثر ولو بألف. في الشرح بقى بيقول ولو بألف يعني اكبر عدد بقى يعني بالنسبه لك، فلا تحسب كلها الا مره واحده طالما احنا بنتكلم على عين النجاسه او جرم النجاسه. قوله هو الارض الترابيه اي التي فيها تراب ولو من هبوب الريح، حتى ولو ارض سيراميك ورخام وكل حاجه لكن عليها غبار بتاع الريح يبقى اسمها ارض ترابيه برضه. كويس؟ يعني البلاط اللي عندنا هنا ده وعليه تراب، اكيد عليه تراب، وجاء عليه كلب، يكفي اننا ايه نجر عليه الميه سبع مرات كده خلاص طه، لانه ترابه منه فيه. طيب افرض لسه احنا ماسحينه ومعلوش تراب وجاء الكلب عليه، يبقى نطربه. نطربه ونرش سبع ايه؟ رشات. فهمت ازاي؟ سهلة يعني. أي التي الأرض الترابية أي التي فيها تراب ولو من هبوب الريح وإن كان متنجسا على المعتمد. ولو كان حتى التراب ده متنجس. يعني الكلب لمس الأرض الترابية دي فصار التراب اللي عليها ده متنجس. برضه ما يضرش، ينفع. فهمت ازاي؟ على المعتمد، يعني دليل ان فيها خلاف في المذهب، بس المعتمد في الفتوى يقول لك ينفع. وقوله لا يجب التراب فيها اي لانه لا معنى لتتريب التراب. فهذا مستثنى من وجوب التتريب. يعني يقول لك ترب التراب بالتراب هتبقى يعني حاجه مضحكه، فبيقول لك ما فيش معنى لتتريب التراب. زي يغسل الميه بالميه. فما فيش معنى، فهمت؟ اسمها تحصيل حاصل. ولو انتقل منها شيء إلى غيرها ولو انتقل منها شيء إلى غيرها فإن أريد تطهير المنتقل من الطين لم يجب تتريبه، وإن أريد تطهير المنتقل إليه وجب تتريبه. يبقى لو انتقل التراب المتنجس ده إلى موضع آخر، واخد بالك، لا يجب تتريب التراب ده نفسه، لكن يجب تتريب المكان اللي انتقل إليه التراب. فهمت ازاي؟ يبقى لا يجب تتريب التراب ده نفسه، لكن يجب تتريب المكان الذي انتقل اليه التراب. واضح الكلام؟ وبهذا يندفع التناقض في كلامهم، لان ساعات يقول لك يجب التتريب وساعات يقول لك لا يجب، فبيقول لك ده مش تناقض، ده هو واحد بيتكلم هنا لو انتقل التراب المتنجس الى موضع اخر يبقى يجب التتريب للموضع مش للتراب. واللي قال لك لا يجب التتريب اصلا ويكفي قال لك في التراب الذي لم ينتقل، يبقى كلامه ما فيهوش تناقض. يبقى اللي قال لك لا يجب التتريب في الغير المنتقل، واللي قال لك يجب التتريب يجب التتريب اي في الموضع الذي انتقل اليه التراب، يبقى كلامه متآلف. فما تقرا عند بعض المشايخ يقول لك يجب التتريب والتاني يقول لك لا يجب، يبقى ده بيتكلم على صوره وده بيتكلم على صوره، ويبقى كلامه متآلف. ولو تطاير من غسلات غير الارض الترابيه شيء الى نحو ثوب. انا بقى وانا بغسل وبشطف في الارض كده راح مترتش عليا على ثوبي، فلو ترتش عليا من الغسله الاولى
يبقى استوفو 6، لو من الغسلة الثانية يبقى استوفو 5، لو من الغسلة الخامسة يبقى استوفو مرتين، يعني اكمل السبعة سهلة دي، يبقى سهل. ما احنا قلنا كل الكلام ده بحسب العدد بعد ازالة الجرم يا استاذ، ما ببتديش اعد الا بعد ازالة الجرم، ولو بعد 1000 مرة اسمها مرة، مش قلنا كده؟ يعني 7 جريات خرطوم كده، واروح مزود الميه وواحد يجر، وزود الميه وواحد يجر، 7 جريات. ايوه طبعا. والمره الثانيه تنزل بكام؟ 7 جريات. سهله. الكلب وقف على عتبه الجامع قدامنا هنا وفيها تراب، كويس، والارض عليها ترابها ببلطها، اروح زايح فيها 7 جريات من الماء، واخد بالك، طهرة. طب افرض واقف هنا وجا شوية ريح راحت نقلها لي التراب على مدخل الجامع، مش على بدل المدخل هنا قدامه شوية، فنقلت التراب المتنجس ده لحتة تانية، يبقى يجي والحتة اللي هناك دي، واخد بالك ازاي، ما كانش فيها تراب اصلا، او حتى لو كان فيها تراب لانه لما اتنقل وردت عليه النجاسة، يبقى في الحالة دي اروح مترابها، يبقى يجب تتريب الموضع اللي انتقل اليه التراب، لكن الموضع الاول لا يجب تتريبه لانه مترب منه فيه. سهله ده كلامه. هو الثاني لو مترب خلاص، لو الثاني مترب برضه خلاص، لكن افرض الثاني مش مترب، ما اكتفيش بالتراب المتنجس، فهمت ازاي؟ لكن لو الثاني مترب خلاص يبقى ترابه منه فيه. بيقول ولو تطاير من غسلات غير الارض الترابية شيء إلى نحو ثوب غسل المتطاير إليه بقدر ما بقي من الغسلات، فإن كان من الأولى وجب غسله 6، وهكذا مع التتريب إن لم يكن ترب. ويترب برضو إحدى الغسلات دي على المكان اللي تطاير إليه الرذاذ إذا كانت الأرض غير ترابية أو ما إيه ما كانش ترب، وإلا فلا تتريب. فلو جمعت الغسلات كلها في نحو طشت، طب افرض جمعوا الغسلات كلها، السبع غسلات الغسالة بتاعتها في طشت، وجاد خبطنا انا المية دي، اعمل ايه؟ اعتبرها الغسلة الاولى ولا التانية ولا التالتة ولا، فهمت ازاي؟ ادي الصورة ايه. فبيقول فلو جمعت الغسلات كلها في نحو طشت ثم تطاير منها شيء الى نحو ثوب وجب غسله 6، لان اليقين هي الغسلة واحدة، هحكم باليقين، فاليقين غسلة واحدة، مش كده برضو؟ لان اندرجت الست غسلات في الغسله الاولى، فصار كل الغساله دي غساله غسله واحده. سهله. وجب غسله 6 لاحتمال ان المتطاير من الاولى، فان لم يكن ترب في الاولى وجب التتريب والا فلا. لان الاولى المتيقنه، لان لو قلنا انا هعتبر ان التطاير ده من الغسله الثانيه، طب وليه مش من الاولى؟ طب هعتبره من الثالثه، طب ليه مش من الثانيه؟ يعني الأولى داخلة في كل الأمرات هي المتيقنة. المرة الأولى ما أنا فاهم، بس إيه؟ مش لا مش الاحتمال، أصل هي مش قضية احتمالات statistics، إحنا مش في إحصائيات، إحنا في يقين مش احتمالات. في قضية الستاتستكس اللي هي البروبابيلتيز دي اللي بيدرسوها علشان يعملوا دي احتمالات تانية، دي مش شغلة، مش مسألة فقه، مش في باب الفقه. إحنا في باب الفقه ما بنبصش للاحتمالات، بنبص لليقين والشك. فالاحتمالات طالما اقل من اليقين برضه شك عند الفقيه كده، فهمت ازاي؟ عند الفقيه كده. يبقى احنا الغسله الاولى دي متيقنه 100% في الغسلات السبعه اللي اتجمعوا دول، فهمت ولا لا؟ لكن لو قلنا 5 وباقي 2، طب ليه ما يكونوش 4؟ ليه ما يكونوش 3؟ ليه ما يكونوش 6؟ ليه ما يكونوش 7؟ يبقى هفضل اقول ليه الا في الاولانيه، ما اقدرش اقول ليه، متيقنه انها داخله في الكل، صح؟ لأن الواحد ينسب إليه باقي الأرقام وهو مستغني عن سائر الأرقام. الواحد مستغني لأنه من غير الواحد مفيش رقم، في عدم، وعشان كده تعرف ربك بالأرقام. فالواحد هو الله، نسبت إليه الأكوان، لكن من غير الواحد لا أكوان، كله عدم.
مش كده برضو؟ يبقى لابد ان يكون هناك الواحد، ثم بعد ذلك تأتي الاكوان فتتكاثر. فهمت ازاي؟ مضافة الى الواحد، فهي قائمة بالواحد والواحد قائم بذاته. سهلة؟ مش كده يقول لك اعرف الله، اعرف علم التوحيد من علم الحساب، اعرف علم التوحيد من علم الحساب. وكان في بعض المشايخ كتير يدللوا على علم التوحيد بالارقام كده، بجدول الضرب والارقام والقسمة والحاجات دي، يدلل على علم التوحيد وعلى العدم وعلى الفناء وعلى البقاء وعلى الحاجات دي كلها وعلى الازل وعلى كل الحاجات دي من علم الحساب. يبقى الواحد ينسب اليه سائر الارقام وهو قائم بنفسه غير مفتقر لرقم اخر. فاذا انتفى انتفت كل الارقام. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. وعشان كده الاولى دي يقين، الغسلة الاولى يقين. سهلة؟ يبقى مش احتمال بقى واحد على سبعة، ما تمشيش بطريقة التفكير اللي هو الايه الاحتمالات دي، قضية الاحتمالات دي حاجة تانية. خلاص ما يضرش، هي غسلة اولى كل المية نزلت في مكان واحد، كل دي يبقى غسلة اولى. اعمل ستة. لا انا ليا الدفعة. هي دي نزلت في المكان بقت دفعة واحدة، يبقى دي غسلة واحدة. كويس؟ سهل. ويغسل اي الاناء على ما هو الظاهر من سياق المصنف، وان كان الاناء ليس بقيد او الشيء المتنجس مطلقا عشان يدخل البدن والثوب، بقطع النظر عن الاناء من سائر اي من السؤر وهو البقية. سائر جاي من السؤر، والسؤر هو البقية اي من وهو البقية. فلذلك قال الشارح اي باقي، والمراد بالباقي ما عدا النجاسة المغلظة والمخففة اللي اسمها النجاسة المتوسطة، لان في نجاسة مغلظة قلنا الكلبية والخنزيرية اللي هي تحتاج التتريب والتسبيع والماء، تحتاج تراب وماء وتسبيع، تحتاج ثلاث شروط. والنجاسة المخففة تحتاج النطح فقط بالماء وما تحتاجش التتريب ولا العدد. والنجاسة المتوسطة تحتاج الماء فقط لمجرد إزالة عينها وأوصافها مع مع التجاوز عن بعض أوصافها عند العسر. كويس؟ دي النجاسة المتوسطة، زي الصديد وزي القيح وزي البول وزي البراز، زي الحاجات دي كلها. مرة واحدة أي حيث أزالت أوصاف النجاسة. يعني أنت الوقت لما بتستنجى من البول يكفي أنك تغسل مرة واحدة، مش كده برضو؟ لأن ده البول ده نجاسة متوسطة، نجاسة متوسطة. لكن جاء عليك بول كلب يبقى لازم سبع مرات يحيونا بالتراب، لأن دي نجاسة مغلظة. فهمت إزاي؟ طب جاء عليك بول إنسان مرة واحدة كفاية، جاء عليك بول حيوان نجاسة واحدة كفاية ما لم يكن كلب أو خنزير. فهمت؟ ما احنا قلنا الرمل لو عليه غبار يجزي، لو عليه غبار تراب يجزي، زي في باب التيمم قلنا ويجزي التيمم من رمل عليه غبار، أما من لا غبار عليه فلا يجزي التيمم منه. كويس؟ لأن احنا عندنا برضو في التيمم التتريب. مرة واحدة أي حيث أزالت أوصاف النجاسة، فيضر بقاء الطعم إلا إن تعذر، وكذلك بقاء اللون والريح معا في موضع واحد، يعني يضر الاثنين، بخلاف كل منهما منفردا فإنه يكفي فيه التعثر. وفي بعض النسخ مرة تأتي عليه، يعني يكفي غسل موضع النجاسة المتوسطة دي بمرة تأتي عليه، يعني تعم المحل مع السيلان مع الجريان. ويسن التثليث بقى، يبقى يكفي مرة ويسن التثليث، لكن لا يسن التثليث في النجاسة المغلظة، يعني اغسلها سبع مرات احدهن بالتراب وكرر كده ثلاث مرات كمان، لا، لأن لا أكبر الكبير كما لا أصغر الصغير. فهمت ازاي؟ والثلاث أي بلا تاء، ما قالش والثلاثة، قال والثلاث، لأن المعدود مؤنث مع كونه محذوفا، مش بيقول مرات يبقى ده مؤنث.
والأولى حينئذ ترك التاء، لأن بيأتي العدد إذا كان بيعد مؤنث يأتي مذكر، إذا كان بيعد مذكر يأتي مؤنث. تملي كده تقول ثلاث بنات وثلاثة أولاد، مش كده برضو؟ تقول ثلاث بنات وثلاثة أولاد، يعني بيجوا عكس بعض. فهنا علشان كده بيقول لك والثلاث أي بلا تاء، لأن المعدود مؤنث مع كونه محذوفا، والأولى حينئذ ترك التاء وإن جاز إثباتها كما في بعض النسخ. ولذلك قال الشارح وفي بعض النسخ والثلاثة بالتاء، وظاهر كلامهم أنه لا يسن التثليث في غسل النجاسة المغلظة، لا يسن التثليث في النجاسة الكلبية والخنزيرية، وبه صرح الرملي وغيره عملا بقاعدة إن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر، دي قاعدة عندنا كده، المكبر لا يكبر والمصغر لا يصغر، يعني تدي كل حاجة حجمها. وقيل يسن التثليث فيها، قيل هنا ده وجه ضعيف فيقول لك بصيغة التمريد، قيل يعني ضعيف. وقيل يسن التثليث فيها يعني في النجاسة الكلبية. طب ونثلث في النجاسة الكلبية ازاي؟ اختلفوا فيها، أم قال لك بعد السبعة أزود مرتين، لأن اعتبر السبعة واحد وبعد كده أحط مرة والتانية يبقى كده تثليث، بزيادة مرتين بعد السبع. وقيل بزيادة سبعتين، فهمت ازاي؟ يبقى في كيفية التثليث اللي هو القول الضعيف في النجاسة المغلظة كيفيتين، كيفية ان انا ازود بعد السبعة مرتين ويبقى كده ثلاثة، او ان انا ازود السبعة ثلاث مرات كل مرة سبعة. وهذان القولان ضعيفان، والمعتمد الاول لانه مطابق للقاعدة ان الكبير لا يكبر والصغير لا يصغر. واعلم ان غسالة النجاسة، المية بقى اللي جاية من النجاسة دي، اللي طالعة من النجاسة او من الثوب بعد ما عصرته وانا بغسله، او الترطشة اللي طالعة من الحاجة اللي انا بغسلها دي، اسمها كل دي غسالة النجاسة. ولذلك قال في المنهج وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن، وقد طهر المحل طاهرة. يبقى الغسالة المنفصلة دي طالما منفصلة بعد طهارة المحل وما فيهاش أي تغير لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة تبقى طاهرة، مش كده برضو؟ لأن خلاص تبقى النجاسة زالت كلها ويبقى دي مية عادية، يبقى دي طاهرة. طب انفصلت النجاسة الغسالة دي ولسه واخدة لون النجاسة، واخدة ريحة النجاسة، شايف قطع النجاسة لسه فيها، تبقى متنجسة. سهلة، كلام عادي. يبقى ده سهل، دي عايز شرح؟ دي سهل خالص. وقوله طاهرة أي في نفسها، غير مطهرة فهي مستعملة، يعني طاهرة في نفسها لكن إيه؟ تعتبر مستعملة، فما استعملهاش بقى في حاجة تانية، زي الماء المستعمل في إيه؟ في الوضوء. قوله بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول، علشان أطمئن إن الماء الغسالة اللي نازلة دي غسالة قد المية اللي استعملتها في الأول. يعني أنا بدأت غسلت الثوب بتاعي بالكوباية دي في آخر غسلة، فانفصل منه نص كوباية، يبقى النص الكوباية دي تشربته الثوب، مش كده برضو؟ تشربه الثوب. طيب أشوف المنفصل ده، هل في صفة من الصفات متغيرة؟ هل في ريحة؟ هل ممكن أستنتج إن من شكله كده يبقى ليه طعم؟ يبقى ساعتها اقول انه ده نجس متنجس. لو لقيته منفصل طاهر تماما واقل علشان في جزء متشرب الثوب يبقى ده طاهر لكن غير مطهر. طب انا حطيت على الثوب المتنجس كوب وعصرته ملالي جردل ازيد لانه اصلا كان مبلول، يبقى اللي منفصل ده كله لسه متنجس، المنفصل ده كله متنجس لانه جاي زيادة، يعني اضيف اليه اشياء، فهمت ازاي؟ زاد، وزاد بايه؟ زاد بالنجاسة، فهمت؟ يبقى لو اللي انفصل زايد يبقى زاد بالنجاسة، لو اللي انفصل مساوي بالظبط حيث انه لا يتشرب شيء وغير متغير يبقى طاهر. لو كان الجزء اللي انا بغسله ده لا يتشرب، زي بغسل مسطرة كده، المسطرة دي ما بتتشربش المية،
مش كده برضو؟ وجات عليها نجاسة وانا بشطفها وحاطط تحتي كده كوب وبشطفها، نازل الشطف ده قد الكوز اللي انا كبيته عليه، بصيت عليه لقيته غير متغير، لا لونه ولا طعمه ولا رائحه، يبقى المنفصل اللي نازل ده خلاص طه. فهمت؟ لانه متساوي في الوزن حيث لا تشرب، وغير متغير الصفات، يبقى خلاص. سهله؟ طب ما خلاص، ما انا مش هحسبها انها منفصله اذا انفصلت عن الثوب خالص، وما احكمش بطهارتها الا اذا طهر المحل. يبقى انا اما الاقي النجاسه انفصلت ابص للثوب في محل النجاسه، محله طاهر؟ زالت عين النجاسه؟ زال لون النجاسه؟ زال طعم النجاسه؟ زال ريحه النجاسه؟ يبقى المحل طاهر. يبقى ابص للمنفصل هنا بقى، اشوف المنفصل متغير، يبقى خلاص ده متنجس. طيب زياده عن الوزن اللي بداته يبقى برضه متنجس، لانه خد النجاسه وزاد بيها، واخد بالك ازاي؟ طب اقل مع حساب المتشرب وغير متغير يبقى طاهر. سهله؟ طيب نقرا هنا بقى. واعلم ان غساله النجاسه، ولذلك قال في المنهج: وغساله قليله منفصله بلا تغير وبلا زياده وزن. شوف، وبلا زياده وزن، وقد طهر المحل بالشروط دي كلها، يبقى طاهر. يعني قليلة يقصد ايه قليلة؟ يعني اقل من قلتين. يعني اقل من قلتين يا استاذ؟ لو ازيد من قلتين وغير متغيرة هحكم بطهارتها مرة واحدة، حتى لو ما طهرش المحل. يبقى القليل والكثير هنا في الابواب دي بتاع الشافعية القلتين، حد القلتين فاكثر. يعني حلو 196 لتر، 196 لتر ده اسمه فأقل، يبقى قليل. أزيد من 196 لتر يبقى ده اسمه كثير. تقريبا 196 لتر. مشايخنا يقول لك قربها، خليها 200 لتر عشان يبقى عدد صحيح. وقول طاهرة أي في نفسها غير مطهرة فهي مستعملة، بعد اعتبار، بعد اعتبار إيه بقى؟ ما يتشربه المغسول، أي وما يمجه من الوسخ الطاهر. لأنه ممكن يبقى برضو الثوب ده فيه تراب كتير، وقد يكون وقع عليه كمان بيبسي، وقع عليه غير البول، وقع عليه بيبسي، وقع عليه كوباية شاي وحلة مرقة، أي حاجة بقى، واخد بالك؟ العيال كبوا عليك الحاجات دي كلها، أو واحد مغني وبيرموه بالطماطم، بيغني بالعافية وبعدين في الاخر برضه مش مبطل اغاني، راحوا جابوا ازازه بول وراحوا رامين عليه، فرايح بقى يطهر الثوب بتاعه، فيبقى عليه حاجات نجسه على حاجات طاهره على حاجات، فبيحسب بقى اللي طالع ده كله. فهمت ازاي؟ التغير، التغير وطهارة المحل، تغير المنفصل وطهارة المحل بس. سهلة؟ فبيتكلم على الغسالة. فبيقول في الغسالة، غسالة النجاسة المنفصلة القليلة اللي هي أقل من قلتين، فإذا كانت الغسالة قبل الغسل بها قدر رطل، بيفترض لك بقى مثال عشان تفهم، وكان مقدار ما يتشربه المغسول من الماء قدر أوقية، وما يمجه من الوسخ نصف أوقية، وكانت بعد الغسل لما لمينا الغسالة دي بعد الغسل رطلا إلا نصف أوقية، صدق أنه لم يزد وزنها بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول اللي هو الأوقية مع إضافة نصف أوقية اللي هي التراب والوسخ من الماء وما يمجه من الوسخ الطاهر. هذا كل ده إذا لم يبلغ قلتين، لأن ده حد القلة والكثرة، أي محل اشتراط تلك الشروط إذا لم يبلغ قلتين، وتقدم أنه يشترط حينئذ ورود الماء، وتقدم أنه يشترط طبعا أن علشان الثوب يطهر أن الماء يرد
على موضع النجاسة، مش النجاسة ترد على موضع الماء. فهمت ازاي؟ دي واضحة، احنا شرحناها بالتفصيل في الدرس الماضي، ان الماء يرد على موضع النجاسة، مش النجاسة هي اللي ترد على موضع الماء. فإن بلغهما، إذا بلغ الماء ده قلتين فأكثر، وقوله فالشرط عدم التغير أي دون بقية الشروط، يبقى حتى لو محل لم يطهر يبقى المنفصل، طالما المنفصل ده ماء فوق القلتين يبقى يفضل طاهر برضو طالما لم يتغير صفة من صفات، حتى لو المحل لم يطهر. واضح؟ لأن أنت ممكن في بير مليان مية كتير تغطس الثوب بتاعك وتخلي يبقى النجاسة وردت على الماء ولا يؤثر ورود الماء النجاسة على الماء الكثير ما لم تغير صفة من صفاته، لأنه ده ماء كثير مش كده برضو. لكن لو كان المية دي قليلة، حاطت أنا شوية مية في باستيلا كده أو في صفيحة، وبعدين جبت الثوب اللي فيه النجاسة رحت رميته في الصفيحة، نجست المية كلها لأن كأني كبيت عليها نجاسة، بخلاف ما لو وضعت الثوب ده في إناء ورحت ماسك الصفيحة دي كبتها على الثوب فانفصل منه الماء غير متغير، وطلعت الثوب لقيت النجاسة راح لونها وطعمها وريحها وكل حاجة، يبقى ده طاهر والمنفصل طاهر. صح؟ يبقى دي صورة ودي صورة. ولما فرغ، يعني ولما فرغ المصنف مما يطهر بالغسل شرع فيما يطهر بالاستحالة. الاستحالة هي التحول، وهي انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى. يعني في طريقة أخرى للتطهير، احنا قلنا طرق التطهير إما باستعمال الماء في إزالة النجاسة المتوسطة والمخففة، أو استعمال الماء والتراب في إزالة النجاسة المغلظة اللي هي الكلبية والخنزيرية، أو الدباغ لجلود الميتة، دي برضو وسيلة من وسائل التطهير الدباغ، أو الاستحالة يعني التحول كتحول الخمر وهي نجسة إلى خل بنفسها فتطهر بالاستحالة، وتحول برضو دم الظبية إلى مسك، وكذلك الزعفران زي في نوع بياخدوه من كبد الحوت، من الحوت، من بطن الحوت اللي هو العنبر، او ده من بطن الحوت ما ينجاسه روث، بالرغم من كده اذا تحول الى عنبر تحول واستحال طهر. وكذلك الدم، بعض انواع الظباء الدم بتاعها ده بيتحول في غدة عندها الى مسك، فلما يتحول الى مسك يطهر لانه الدم نجس، بس تحوله الى مسك يطهر. يبقى دي وسائل من وسائل ايه التطهير، الاستحالة. وفي وسيلة خامسة اللي هي الاكثار للماء القليل الذي اختلطت به نجاسة، اكثره بمية كتيرة قوي لحد ما يبلغ قلتين فاكثر ويزول ما به من تغيير، يبقى برضو طهر. ما احنا لبن غير مأكول اللحم نجس، لبن غير مأكول اللحم نجس برضه زي بول وزي روث. ما احنا قلنا لبن الحمير الاهليه نجس، مش احنا جبنا مثال بس نجس، لانه مستحيل كل سائل استحاله في غير في اكل اللحم يبقى نجس، زي القيء وغيره وغيره. فبيقول هنا بيتكلم فقال واذا تخللت الخمره وهي المتخذه من ماء العنب محترمة كانت الخمرة أو لا، يعني في خمرة محترمة وخمرة غير محترمة. لا محترمة، محترمة يعني تراعى قيمتها، لها قيمة. محترمة يعني تخمر وأنا بصنع الخل، مش قصدي إن أنا أعمل خمرة، ده مر بالتخمر كمرحلة، لكن أنا قصدي إن أنا ما أعملش خمر، يبقى ده اسمها خمرة محترمة. ليه؟ لأنها مرحلة هيطهر بعدها. كويس؟ بيسموها خمر محترمة. غير محترمة إن أنا بعصر العنب عشان أعمله خمرة. بعصر العنب أساساً عشان أعمله خمرة، يبقى هنا دي غير محترمة، يعني ليست لها مالية، يعني لو جه واحد كبها لي ما يقولوليش ادفع له ثمنها.
لكن لو واحد كسر لي البرميل اللي فيه يقولوا لي ادفع له ثمن البرميل بس، لكن مش ثمن السائل، لان البرميل ده خشب فيقوم. فهمت ازاي؟ الا ان تكون خمر عند كافر والكافر عنده الخمر متقومه لها مال ماليه، يبقى ساعتها تبقى محترمه بالنسبه للكافر، وبيني وبينهم معاهدات يبقى ادفع له ثمنها، صارت خمر محترمه بدفع له ثمنها عشان في معاهدات بيني وبينه ان انا احترم ماليته وهو يحترم ماليتي. فانا لو تعديت على ماليته الخمره هيتعدى على ماليتي انا كمان، ويجي يضيع ماليتي في امور اخرى محترمه عندي. فهمت ازاي؟ ومعنى تخللت صارت خلا، وكانت صيرورتها خلا بنفسها بدون اضافه حاجه ليها، فيبقى في الحاله دي طهرت. وكذا لو تخللت بنقلها من شمس الى ظل وعكسه، وان لم تتخلل الخمر بنفسها بل خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. انا اضفت فيها، رميت فيها حاجه، قال ارمي فيها بصله تتحول لخل، ارمي في برميل الخمره دي بصلتين ثلاثه وسيبهم اسبوع كده هتلاقي بقت خل. رحت انا رامي البصلتين دول تحولت الى خل، بس تفضل نجسه، لان انا لما رميت البصلتين دول اختلطوا بالخمر فتنجسوا ورقدوا تحت، فكل الخمره بعد كده بقت خل، بس خل متنجس لانه مخلوط فيه النجاسه، مش كده؟ برضو بقى خل متنجس، يبقى ما ينفعش ان انا استعمله وهو المتنجس. فهمت ازاي؟ علشان كده لما واحد يتدخل في حاجه ويبوظها يقول لك انت خليتها خل، يعني برضو بوظتها. لكن لو كان سابها وتخللت لوحدها كان الناس هتنتفع بيها، لكن هو تدخل فخللها فبوظها. ادي سبب الناس ايه اما يلاقوا واحد بيعك في الحته يقول له انت يا اخي خليتها خل يا اخي، ما كنت سبتها كانت هتصلح لوحدها. ففيها فقه، يعني هي ليها اصل فقه. هنقرا بس شرح الحاجات دي في 5 دقائق لان احنا شرحناها تقريبا، عشان نقف على فصل في الحيض والنفاس والاستحاضه نبداه السبت القادم. فبيقول في الشرح: شرع فيما يطهر بالاستحالة أي كدم الظبية فإنه يطهر باستحالته مسكا، والخمر فإنه يطهر باستحالته خلا، وهذا هو الذي تكلم عليه المصنف هنا، وهي أي الاستحالة، وقول انقلاب الشيء أي كالخمر هنا، وقول من صفة أي كالخمرية، وقول إلى صفة أخرى أي كالخلية. فقال عطف على شرع: وإذا تخللت، وقد يصير العصير خلا من غير تخمر في 3 صور. قد يصير العصير خل، عصير العنب يعني خل في غير تخمر في 3 صور، إحداها أن يصب في الدن المعتق بالخل، أن يصب في الدن المعتق بالخل فينقلب خلا. يعني تجيب البرميل اللي هتحط فيه الخمرة دي يكون البرميل ده اصلا كان فيه خل فمعتق بالخل، لما تحط عليه الخمره دي وتسيبها في البرميل ده تتخمر تتخلل لوحدها، ده طريقه، فينقلب خلا. ثانيتها ان يصب عليه خل اكثر منه او مساو له فيصير الجميع خلا. ثالثتها ان تجرد حبات العنب من عناقيده ويملأ منه الدن ويطين رأسه حتى يصير خلا. والخمرة إثبات التاء فيها لغة قليلة، والأفصح ترك التاء تقول خمر مش خمرة، فتكون من الألفاظ المؤنثة معنا بغير تاء كحرب، حرب ما فيهاش تاء تأنيس لكن تقول هذه حرب مؤنثة، ودرع ما فيهاش تاء تأنيس لكن تقول هذه درع، ويعرف تأنيسها بعود الضمير عليها مؤنثا. تعرف ضميرها انك انت لما تعود الضمير عليها هيعود مؤنث ولا هيعود على المذكر، فاذا عاد مؤنثا تبقى مؤنثه. كان يقال لخمر ارقتها بتاء التانيث كده، ارقتها بهاء التانيث مش ارقته، ما هو لو كان مذكر تقول ارقته، في الماء تقول ارقت الماء فتقول ارقته ارقته، انما في الخمر تقول ارقتها كويس بالتأنيث. وهي يعني الخمر هي أي لغة اللي هي عصير العنب لغة، وأما شرعا فالمراد بها كل مسكر يسمى خمر، مش شرط عصير العنب، أي مسكر يسمى خمر في الشرع،
لكن في اللغة الخمر هي عصير العنب بس اللي هي معمولة من عصير العنب. فالمراد بها كل مسكر ولو من نبيذ التمر او القصب او العسل او البصل برضه، وبيعملوا اظن الويسكي من البصل، وبيعملوا الكونياك اظن من الـ من الـ التفاح، واحد منها تفاح واحد منها بصل، انا مش عارف يعني، واحد بيعملوه من البصل واحد يعملوه من التفاح، وبيسمى كونياك وويسكي. نسأل الخمرجية يعرفوها كويس، واخد بالك. وبعدين في برضو البوظة، ما البوظة دي اذا تخمرت بقت خمر برضو، خمر تبقى نجسة برضو. او غيرها لخبر ايه، ليه لخبر ليه ان كل مسكر خمر، لخبر الرسول قالوا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى مش عصير العنب بس. اللي هي المتخذة من ماء العنب اي من عصيره، وسميت خمرا ليه، لتخميرها العقل، عشان بتغطي العقل. يسموا الخمار خمار ليه، لانه بيغطي، وسموا الخمر خمر ليه، لانها بتغطي، بتخمر العقل، تغطي عقل الانسان فيصير زي البهيمة، يبقى ماشي زي البهيمة، لا عارف اسمه ولا نفسه ولا عارف عنوانه فين ولا، بس ماشي كده يقول انا جدع وخلاص، هو ولا جدع ولا حاجة. تقول له اسمك ايه، يقول لك مش عارف. طب ساكن فين، مش عارف، اي حاجة مش عارف، فخلاص ما بقاش عنده عقل كالبهيمة خلاص. وسميت خمرا لتخمرها العقل، او لانها تخمر، تخمر اي تغطى، او لانها برضو بتغطى فتخمر. لو كانت محترمة كانت الخمرة هي التي عصرت لا بقصد الخمرية، تبقى محترمة المالية. هتروح لمصنع الخل بتلاقي بيصنعوا الخل لكن بيمر في مراحل معينة منه الى تخمر، بيتخمر، لكن المالية اللي عندهم دي كلها محترمة، فهمت ازاي؟ ان هم بيصنعوا خل، يبقى دي خمرة محترمة في مرحلة التخمر، ده اسمها خمرة محترمة. بأن عصرت بقصد الخلية أو لا بقصد شيء. وقوله أم لا، أي لم تكن محترمة وهي التي عصرت بقصد الخمرية، يعني رايح في مصنع بيعصروا العنب عشان يبقى خمر، يبقى دي خمرة غير محترمة. إلا أن يكون هذا المصنع لإيه، لواحد كافر مسيحي يهودي عنده الخمرة لها مالية، يبقى برضو محترمة لمالياتها عنده، كويس. لكن لو عند مسلم خمرة غير محترمة، لأن هي حرام عند المسلمين، تمنها وتجارتها وحملها وشربها وكل حاجة فيها حرام. ما هو الحربي أصلا كل ماليته مباحة، مش خمرته بس، كل ماليته مباحة غنيمة، لما يبقى في حرب، فهمت ازاي؟ اسمه الكافر الحربي. ويجب إراقتها حينئذ قبل التخلل، اللي هي الخمرة، الخمرة اللي هي ايه، غير محترمة. ويتغير الحكم بتغير القصد. طب افرض ان هو كان بيعصر العنب ده عشان يعمل منه خمر، وبعدين بعد ما عصر وقال لا والله انا حسيبه يتخلل لوحده، انا تبت الى الله، يوم يتغير حكمها تصير محترمة بتغير القصد، فهمت ازاي؟ تصير محترمة بتغير القصد. وهذا التفصيل في التي عصرها المسلم، لانها حرام عند المسلم، واما التي عصرها الكافر فهي محترمه مطلقا، لان عنده الخمره دي مال، بيبيع ويشتري فيه ويتاجر فيه، ده عنده مال. وما يبقى في اتفاقيات بيننا وبين الكفار نحترم ماليته ويحترم ماليتنا، كويس، فيبقى نسيب خمرته ملناش دعوه بيه. ومعنى تخللت صارت خلا، انما قال ذلك لان ما كان على وزن تفعلت ياتي، تخللت على وزن تفعلت ياتي لمعان اخر لا تناسب هنا، كتكلمت هند بمعنى انفصل عنها الكلام، فتخللت هنا مش معناها انفصل عنها الخل، لا هي نفسها تحولت، هي تفعلت لا بمعنى الانفصال لا بمعنى التحول. وكانت سيرورتها خلا بنفسها، اتخللت بنفسها، مش انت اللي خليتها خل، انت ما تخليها خل تبوظها، يعني اضفت اليها شيء خللتها نجستها، اصارت متنجسة بالشيء اللي اضفته ليه، كويس. لكن سيبها لوحدها تتخلل بمرور الزمن يبقى هنا تطهر، اي من غير مصاحبة عين فيها طهرت، اي وطهر دنها تبعا لها. لما تطهر الخمرة دي بتخللها يطهر الدن بتاعها اللي هو البرميل بتاعها تبعا لها، كويس.
كما سيذكره الشارح. وكذا لو تخللت بنقلها، ولو تخللت بنقلها بدون إضافة، لكن قالوا لك انقلها من الشمس للظل، أو انقلها من الظل للشمس هتتخلل، ينفع. وكذا لو تخللت بنقلها الأولى أخذ ذلك غاية بأن يقال وإن نقلت، بدل إيه ما يقول وكذا، كان حقه يقول وإن نقلت بدل ما يقول وكذا، وإن نقلت إلى آخره، لأنه مما صدق كلام المصنف لما علمت من أن معنى بنفسها أي من غير مصاحبة عين له، يعني من غير ما أضيف أي عين عليها، ولا أجيب حاجة من عند العطار أضيفها عليها، ولا أحط عليها بصلة أحولها خل، ولا أي حاجة من دي، لا أسيبها بنفسها، لأن لو أضفت عليها أي حاجة الحاجة دي هتتشرب الخمرة قبل أن تتحول إلى خل فتصير متنجسة، وترقد في إيه؟ في قاع الخمر، فلما تتحول الخمرة إلى خل يصير الخل متنجس بما ركد في باطنه، زي ما تبقى برضو فارة ميتة جوه الخمر، يبقى وتخللت بس ميتة عشان فيها ميتة. ما هو قال لك يطهر برميلها بس تبعا لها، طالما لم تتخلل بشيء فيها لكن تخللت بنفسها. وإنما نبه عليه الشارح للخلاف فيها هل هو حرام أو مكروه، يعني لو تخللت بنقلها اختلف هل هو مكروه إن أنا انقلها من ظل الشمس بحيث أخللها ولا لا، اختلف في المذهب عندنا، قول قال إنه حرام وقول قال إنه مكروه، لكن بالاتفاق إنها طهرت. وإن لم تتخلل الخمر بنفسها مفهوم قوله بنفسها، بل خللت بطرح شيء فيها، الطرح ليس بقيد بل المدار على مصاحبة عين لها حين تخللها ولو من غير طرح، فلو نزعت العين يعني شلت الحاجة اللي خللتها زي البصلة مثلا منها قبل التخلل، فإن كانت طاهرة ولم يتخلل منها شيء لم يضر وإلا ضر، وإن كانت نجسة لم تطهر وإن نزعت منها قبل تخللها، لأن النجس يقبل التنجيس، فلما تنجست بوقوع النجس فيها لم تطهر بعد ذلك، ومن العين المضرة ما تلوث من دنها فوقها، الدن في جزء منه زيادة، البرميل في جزء منه مش ملاصق للخمرة اللي هي حرفه فوق ده مش ملاصق للخمرة، ده متلوث بيها، يبقى يطهر الجزء الملاصق لكن ما يطهرش الجزء الفوقاني. فلما بعد غليانها ما تلوث من دنها بعد غليانها، لان ساعتها ما بتتخمر تعلى كده زي تفور يعني، فيعود عليها بالتنجيس اذا تخللت. نعم ان وضع خمر ووصل الى ما وصل اليه التلوث قبل تخللها طهرة، بشرط ان يكون ذلك قبل جفاف الدن كما اعتمده البغوي، قال الرملي وبه افتى الوالد، ولا يضر نحو عسل وسكر وماء ورد لطيب رائحتها حيث وضع قبل التخمر. يعني افرض حطينا عسل على عصير العنب او ماء ورد او اي شيء عشان اديله طعم قبل ما يبقى خمر ما يضرش، حتى لو تخللت بنفسها ما يضرش لانه ده اضيف عليه وهو طاهر لسه عصير عنب. كويس قربنا نخلص، فاضل سطرين. الصبر جميل. قوله لم تطهر لتنجسها بالشيء الواقع فيها ان كان نجسا، وعوده عليها بالتنجيس إن كان طاهرا لأنه تنجس منها قبل التخلل فيعود عليها بالتنجيس بعده. وإذا طهرت الخمرة أي لكونها تخللت بنفسها، وقول طهر دنها تبعا لها أي لئلا يعود عليها بالتنجيس، فلا يكون لنا خل متخذ من خمر طاهرا، وبحث في ذلك بأنه كان يكفي أن يعفى عنه للضرورة لأنه لوجه لطهارة الدن، فإنه لا تؤثر فيه الاستحالة كما لا يخلو. يعني بيقول لك إن الدن هنا طهرة مش علشان هو طهرة فعلا، لا لعفو الشرع عنه، لأن الشرع عفى عنه يعني علشان نستعمل الخل اللي جوه الدن دي، لأن يصعب إن أنا أطهره والخمرة والخل جواه، هغسله إزاي والخل جواه؟ فلصعوبة هذا الشرع عفى عنه، فاعتبر له حكم الطاهر بالرغم إن هو ما زال متنجس. والله أعلم. نقف على فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة يوم السبت القادم إن شاء الله.